مزيد من العطاء والرعاية تقدمها الشرطة النسائية البحرينية بالمديرية الأمنية التي أثبتت جدارة عالية في تقديم كافة الخدمات الشرطية ذات الجودة لتعزيز الوجود الأمني في مملكة البحرين. تواصل الشرطة النسائية البحرينية في وزارة الداخلية تميزها خلال نصف قرن من العطاء في مختلف ميادين العمل الشرطي، حيث عملت بالمديريات الأمنية وباشرت كافة أنواع البلاغات واتخذت الإجراءات اللازمة وتميزت بسرعة الاستجابة لأعمال البحث والتحري، محققة نجاحات باهرة لحفظ الأمن والوقاية من الجريمة. دور الشرطة النسائية في المديريات الأمنية دور محوري وهام، ويغطي عدة جوانب، منها تلقي البلاغات ومباشرة القضايا التي ستطمن الأطراف النسائية أيا كانت نوعها. كما تقوم الشرطة النسائية بمرافقة الموقوفات إلى النيابة العامة والمحاكم وغير ذلك من الإدارات ذات العلاقة، وكذلك القيام بكافة الإجراءات المتعلقة بالقضايا الأسرية، حيث يوجد في مراكز المديريات مكاتب خاصة بالقضايا الأسرية، وتوجد شرطيات متخصصة تباشر هذا النوع من القضايا وفقاً لمعايير مدروسة نظراً لحساسيتها وأهميتها. تم تفعيل دور الشرطة النسائية في شتى المجالات الأمنية في نطاق المحافظة الجنوبية، حيث يقوم مكتب الشرطة النسائية بعدة مهام، منها تلقي البلاغات اللي يكون فيها المبلغ من العنصر النسائي واستدعاء المدعي عليهم، واستيفاء الطلبات الواردة من النيابة العامة والجهات المعنية، وأيضا يتم تسجيل بلاغ للحدث دون 15 سنة في مكتب حماية الطفل. مشاركة العنصر النسائي من شرطة خدمة المجتمع في أهم الفعاليات اللي تكون في نطاق المحافظة الجنوبية مثل الفورمولا والمعرض الطيران. وفي النهاية أثبتت الشرطة النسائية دورها في نشر الثقافة الأمنية بين المواطنين، خاصة بين أفراد الأسرة الواحدة، مما يساهم ذلك في إيجاد الحل المناسب للجميع. إن الشرطة النسائية البحرينية لها دور فاعل وبارز في العمل في المديريات الأمنية والعمل الميداني في الحفاظ على النظام العام والأمن العام، بل إنها تقوم بجميع التدابير اللازمة لمنع الجريمة قبل وقوعها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للقبض على المجرم بعد وقوع الجريمة، من عمليات البحث والتحري سواء عن طريق استقبال البلاغات، تحرير المحاضر. كما تهتم مديرية شرطة المحافظة الشمالية في تعزيز الشراكة المجتمعية بين كافة أطياف المجتمع والحملات التوعوية، وتشارك في العديد من المناسبات منها الوطنية والاجتماعية والدينية. يعد العمل الشرطي ركيزة هامة من ركائز حفظ الأمن للحفاظ على مكونات المجتمع، الأمر الذي يتطلب تطوير مهارات الشرطة النسائية بشكل مستمر لتحقيق مزيد من التميز والازدهار في مختلف المجالات الأمنية.